بسم الله على بركه الله. مرحبا بكم اليوم في القناه ام الزهره. اليوم غنقدم لكم الوصفه الكيكه بالشوكولاس. تبعوا الفيديو لاخير باش تعرفوا على المقادير ديال الكيكه بالشوكولاس. وشكرا وديروا الجيم وبارطاجيو الفيديو واشتركوا في القناه وشكرا. بسم الله على بركة الله. دابا غنقدم لكم المشاهدين والمشاهدات الكيكة ديال الشوكولاط. غنخلط الكاس ديال الماء، كاس الزيت، زيت لاسيول، كاس سنيدة عنبة، كاس خنيشة ديال لاباني، دانون شكلاط، غنحركهم جيدا فوق. غنضيفو الكاكاو 3 د العواشق كبيرة وغنخلطها فوق العافية جيدا. شوكولاط 3 حبات شوكولاط كحليب، غنزيد الزبدة عامرة، عشق ديال الزبدة عامرة، وكنحركها جيدا حتى يتغلاو. كنحرك حتى نحس بدا كيغلى. هيا دابا بدا كيغلي. دابا غنطفي عليها وغنزيد عاوتاني لكم المكونات اخرين. هيا المكونات اخرين 3 د البيضات غنحركهم هذيك المكونات الاولين. غنحيد فيهم الكاس ديال العنبه واللي بقى غنحلط مع البيض وكنحركهم. كان خويا في البيض وكنحرك، كان خويا كنحرك. الريحه ملي حركنا البيض مع هذيك المكونات، دابا غنزيد شوية دقيق الفرز تدريجيا. كنزيد دقيق وكنحركها، كنزيد دقيق كنحركها. تقريبا هذيك الكيكه ديال الشوكولاط خلات ليا الجبانيه ديال الدقيق على حساب الدقيق. كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشرب. كنديرها عين كميزان الوقت اللي حسيتي بدات كتعقد صافي. الكيكه ديالنا ديال الشوكولاط كنزيدو الخميره كيماويه 2 ناشفين
وكنحركهم جيدا. ها هي المول ديالنا ديال الدجاج، دهناها بالزبده ودرنا شويه دقيق فورس. دابا غنكب فيها كيكه، اللي عندها مول ضاير يديرها في ضاير، اللي عندها ديك طوا يدير فيها على حساب كل واحد شنو عنده. هيا دابا المول ديالنا درت قديت فيها ديك الكيكه، صافي غندخلها العافيه. ها هي الكيكه ديالنا خرجناها في الفران، دابا غنقبها كامله بالعود، العود ديال القصبان. كامله كلشي غنقبها. هيا دابا نقفتها الكيكه كامله، باش الا كبيت العمره فوق الكيكه غتدخل لداخل ديالها. وعاود ثاني غنقدم واحد لكم المكونات اخرين، كاس ديال دانون ديال الشوكولات، كاس اللي شيط ليا في هذيك التخليطه اللي درتها في الكيكه، تقريبا 4 ديال الحبات ديال الشوكولات كحلين، وغنديرها فوق العافيه وكنحركها شويه بشويه حتى يغلي ليا. هيا درناها فوق العافيه وكنحركها بشويه بشويه حتى نحس بهذيك الشوكولات داوبين فوق النار، عاد نسقي فيها الكيكه ديالنا ان شاء الله. هيا الشوكولات ديالنا فوق العافيه وغنحركهم بشويه حتى نحس بهم.